بتمنى طبعا الاهلي دايما يبقى في العلالي طبعا، واتمنى طبعا احنا ناخد بطوله افريقيا اللي جايه دي يا رب ان شاء الله. يا رب باذن الله. وايا كانت القرعه، انا ما اعرفش القرعه ايا كان، البطل بكره ان شاء الله البطل يلعب مع اي حد، اي ايا كان الترجي، مازيمبي، سان داونز، انا اتمنى ان احنا نلعب مع سان داونز، ده رد الاعتبار بالماتش اللي هناك يعني، او الترجي ايا كان، لان الفرق نفسها كلها فرق قويه جدا. يعني انا ليه انا اروح لفرقه ضعيفه؟ ما فيش فرقه ضعيفه في الثمانيه، لكن في تاكتيك كتير جدا، في شغل كتير جدا هيتلعب. انا بتمنى طبعا ان احنا الاتحاد الافريقي طبعا في بكره او ايا كان يعني ياخد القرار، لان اللائحه زي ما بيقولوا طالما الجمهور نزل الملعب يبقى انت 2-0، المفروض انه احتساب النتيجه 2-0. الله اعلم بقى يعملوا ده تقرير الحكم، والحكم هو اللي يقول. ممكن الحكم زي ما انا سمعت كده ان الحكم ممكن يكون وقف الماتش في الدقيقه 73 يقول ان انا الماتش اتلغى، بس انا هكمل الماتش حفاظا على اللعيبه وحفاظا على الحكم. فأتمنى أن يكون ده التقرير يعني مش مع الآراء أو الأصوات اللي كانت عندها أفضلية الفريق على حساب التاني في المرحلة دي أو في دور الثمانية. لا يعني ما فيش أفضلية في، أنا البطل وأنا بطل أفريقيا واخد البطولة 9 يعني إن شاء الله بتسعى اللي جاية بإذن الله. يعني لو عشنا وكلنا عمر بإذن الله. أنت تلعب مع أي حد وأي حد، إحنا الأهلي إحنا نادي القرن، فبإذن الله إن شاء الله لو عشنا وكلنا عمر نتمنى طبعا إن الأهلي ياخد اللي جاي والماتشين دول يبقوا في صالحنا بإذن الله. أصل أنا بفكر بنفس الطريقة. أيوه. يعني نفس اللي حضرتك قلته دلوقتي، لما أصوات بتقول أتمنى مثلا إرجاء المواجهة مع مازيمبي عشان حسابات المقاولين ده على ملعبه، كده كده هنواجه الفريق وأنا عندي ثقة في لعيبتي وفي جهاز الفني ونقدر يواجه أي منافس في أي وقت. أنت قوي الحمد لله رب، الفرقه اللي موجوده دلوقتي بتحمل صفات كتيره جدا، انت عندك كذا لعيب في كذا مركز، عندك باك رايت وباك ليفت مهمين جدا، احنا منتخب مصر يعني عندك هاني واحمد طبعا الكابتن احمد فتحي محتفظ طبعا للالقاب يعني، وكلهم صحابي واصدقائي يعني. عندنا ايمن اشرف بيلعب باك ليفت ويلعب سيرد باك، علي معلول، وحيد برضو، محمود وحيد نفس الفكره. عندنا في خط النص يانج، وعندنا سلية، وعندنا عاشور يا ربنا يديله الصحه يا رب يعني ويكتر بطولاته يعني، وعندنا مجدي قفشة، وقدام في خط يخض يعني طبعا. يعني احنا فرقه جامده، مش لسه ايا كان الفريق اللي قدامنا، احنا مهمتنا في الماتشين ان انت حتى لو انت بتلعب على ارضك هنا ان انت تخلص الماتش من هنا، دي مهمتنا، ان انت تلعب لعبك، اللعب العادي بتاعك اللي هو اللعب الممتع اللي انت واللي على قد قدرات الفريق اللي فيه كل النجوم طبعا. لان انت عندك مشكله قويه جدا ان انت انا بلعب بطل برضو، مش بلعب يعني حد باخد في الدوري ايا كان بقى هو في الدوري دلوقتي ايه، لكن انا لو لعبت الترجي لعبت مازيمبي فهو بطل في بلده. فالفكره كلها هنا في الاخر ان انا من هنا ان انا التكتيك بتاعي ان انا اتفرج على الفرق، انا هتفرج على الفرق اساسا. ده انا اسف ان انا بقول ده طبعا، ده مش شغلي، ده شغل بايلر طبعا والجهاز الفني، وانا بشكرهم جدا على التوليفه اللي هم عاملينها دي، ان هم يتفرجوا كويس جدا على الفرق وهيعرفوا نقاط الضعف ونقاط القوه ويلعب عليها. واتمنى طبعا ان رمضان طبعا يكون موجود، ان برضه هيضيف للنادي الاهلي برضه للفرقه يعني هيضيف لها كتير، لانه رمضان بيعرف يروح يجيب جول وبيعرف يسحب الفرقه طبعا.